أهلا وسهلا بكم مشاهدي ومتابعي قناة التغيير الفضائية وبرنامج جولة مراسل من مدينة الرمادي. نتعرف أكثر اليوم عن مطعم هيوا الكردي الذي يقع في منطقة الكيلو 5 غرب الرمادي. وهذا المطعم تعالوا معنا نتعرف على هذا المطعم وكادره. كيف اختيار؟ السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ اخبارك؟ ان شاء الله زين. شلون شفت يوم الرمادي يعني؟ والله الرمادي محافظه جميله، محافظه الناس طيبه، لقاءات بين اصدقائي اللي موجودين بالرمادي، تلقينا هناك باستيمانيه، تعرفنا على البعض، واتينا من استيمانيه الى محافظه أنبار الحبيبة وعزيزة عندي أنا ككردي من أهل السيمانية، أعزة كناسة كمحافظة الأنبار، وأمن وأمان مستقر الحمد لله والشكر. وقمنا هنا بتفتيح مطعم هيوا الكردي، شفنا المناطق اللي موجود بيها، اختارينا 5 كيلو على السايدن السريع، اختارينا فتحنا مطعم هيوا الكردي. فالحمد لله يعني اشتغلنا الشغل الجميل ونظيف. مطعمنا مطعم يعني بالرمادي، الناس المشترين اللي يجون علينا راضين علينا بدرجة مميزة. حتى مرات عندنا من داخل السوق يعني يجون يترحبون هناك على مود الأكل والنظافة واللحم المحلي. وقمنا باشتراك العمل بين الكراد وعرب، واحنا اخوه ان شاء الله، وبندير المطعم والحمد لله والشكر ماشي الحال. كاتب اختيار اليوم من نمشي بهذا الشارع يعني خاصة منطقة 5 كيلو، شوف مطعم هيوا الكردي زين يعني بالسيمانية عندك يعني مطعم فرع له هنا يعني فقط هنا بالأنبار، شنو السبب اللي يعني تشوف السبب انه اللي خلاك يعني تفتح هنا مطعم يعني؟ السبب ماكو أي سبب. احنا كشون تقول اختلاطنا ويا ناسنا هنا بالرمادي اللي هي دفعنا القوة أن نجي لهنا، وعاونونا كأهل المنطقة كأهل أنبار الحمد لله والشكر فتحنا المطعم هيوا الكردي هنا. ماكو أي سبب والحمد لله معتبرين يعني نفس المحافظة السليمانية أو أربيل هم معتبرين الأنبار الحبيبة كمحافظة مثل ذي المحافظات. اليوم شلون يعني نقول شلون شفت يعني الوضع يعني الاستقرار يعني وشجعكم يعني الامن او يعني؟ الحمد لله اكو معاونه من القوات الامنيه والحمد لله والشكر، امان 100% موجود الحمد لله، ماكو اي اشكال من ناحيه الامان، لا الحمد لله امان جدا جدا جيد هنا محافظه الانبار. اليوم الرمادي شنو تعني إليك؟ يعني أنتوا إحنا يعني صراحة خلينا نحكيها سابقا يعني كان
كانت حي متكامل يعني بالرمادي، حي الأكراد يعني خصوصا التأمين. يعني أكيد أنت ساكن هنا أنت سابقا؟ لا والله كساكن هنا ما ساكن هنا، بس أسمع بي كانت هسه من أخواني من نام الرمادي خاصة، أسمع بي كانت حي الأكراد موجودة هنا وهذا، بس أني ما ساكن بالرمادي والحمد لله شفت الرمادي، أتمنيت من الله كان ساكن بي وعايش بيها، لأنه ناس طيب ومحافظة جميلة جدا. كادركم اليوم يعني هو كادركم اليوم نشوف يعني كادر يعني متكامل كردي لو مشترك كردي وعربي مشترك، عندي اسطوات موجودين كراد، عندي عمال موجودين من المحافظة، وعندي من السليمانية يعني مشتركة وقائمين بالشغل والحمد لله وشكر ماشي الحال. شلون نشوف الإقبال يعني؟ يعني احنا اليوم بدنا نشوف مطعم كردي هيوا الكردي بالرمادي وخمس منطقة الكيلو خمسة، اليوم بدنا نشوف مطعم يعني غريب يعني هيوا كردي. اليوم أكثرية الناس يعني بدنا نشوفهم من كل يعني المحافظات الأخرى داخل محافظة الأنبار مدينة الرمادي. اقبال عليكم يعني لو بس سقط انتم اليوم خلال هذا الاقبال يعني تجيكم يعني شنو يعني موجود الحمد لله. اول شيء من ناحيه النظافه عندنا صحه الانبار يمرون يشوفونا مراقبه موجود، يعني في كل احنا مستعدين كنظافه كاكل هاي الشغلات يعني عندنا مميزه الحمد لله. عندنا كل أطراف الرمادي يجونا عن الأكل نظيف واللحم ما مغشوش عندنا هنا الحمد لله. في كل النواحي احنا قائمين بعمل جيد جدا محافظة أنبار وخاصة الرمادي بخمسة كيلو. باختياري يعني كاكا باختياري هالاسم يعني احنا لما تدخل وين مطعم هيوة تدخل للمطعم باختيار اسماء كردية حلوة يعني متنوعة، على الرغم يعني اليوم الرمادي يعني بيكملها المحافظة الأنبار أثناء النزوح اليوم صار اختلاط كلش يعني قوي والأنبار يعني الكثير اليوم لا يزال يعني يقطن في السليمانية في أربيل. مع ذلك احنا اليوم نشوف اليوم انه ماكو يعني فرق بين كردي بين عربي وهذا هو شعب واحد وطن واحد. اليوم أهل الأنبار يعني كصفة شو نشوف تعاملهم معاك؟ تعامل جدا جدا جيد خاصة مع الأكراد، يعني مرات يعني تشوفك وناس يجي يدخل للصالة يقعد يقول لي أنت كردي؟ أقول له نعم أنا كردي، فأسولف ويا هذا يقول لي من يا محافظة؟ أقول له من السليمانية. يقول لي وين بيتك بالسليمانية؟ أقول له أنطي بيتي يعرف لو ساكن يمه لو هذا مناطق يدلة. الحمد لله تعامل من أهل الرمادي طيبة والنعم من عندهم أهل الكرم، صحيح الكلام أهل الكرم أهل الكرم والله. We'll be right back.
باعتبار مدينة السلام، مدينة الحب، مدينة التسامح، مدينة التآخي. رغم يعني اليوم شفنا الظروف اللي حلت بالأنبار واللي حلت يعني على مصيبة لحقت، لكن الحمد لله اليوم إنه إذا نشوف اليوم الكردي والعربي ومن الجنوب يجي هنا ويشوف يعني درجة الإعمار مع ذلك الأمان ما شاء الله. يعني أنت شو توجه يعني تتحب يعني تكون إنه الأنبار يعني تنافسها مع المحافظات الأخرى بالإعمار بالاستقرار الأمني، شو شوفه يعني؟ إن شاء الله هو ماكو فرق، إن شاء الله خير لكل محافظات العراق. اللي أشوفه بأنبار خاصة بهالوقت بهالظرف الكورونا، الحالة الاقتصادية اللي موجود بالعراق، أنبار لا يزال قايم بعمل يوم عن يوم. بأشوفه بالشوارع، بالأرصفة، بكل النواحي عمل موجود، عمل جيد جدا جدا مستمر به محافظة الأنبار. فتشي الألف في السليمانية، شو توجه لهم رسالة من خلال يعني مطعمك وهاي المنطقة اللي تعتبر يوم أهلك، شو توجه رسالة لها في السليمانية أو خصوصا المستثمرين أو اللي عنده مصلحة هنا بالأنبار؟ نعم، أنا موجه هاي الكلام لعائلتي ولأخوتي. أول ما جيت هنا فقالوا لي منطقة بعيدة، والمنطقة كانت أكو شغلات ما نريد نذكرها إن شاء الله. فسولف بيها هواية اللي قايل أنا أعتبر نفسي مو أشتغل خارج البيت، يعني أعتبر نفسي هنا داخل البيت إذا أشتغل موجه لعائلتي. وهذا قلت لهم يعني مكان اللي أشتغل به مو بيت أنا بس، يماني عندي بيت واحد بس هنا محافظة الرمادي، لا عندي بيوت، عدد بيوت عندي أعتبر بيتي، أطب أي بيت من عندهم أتغدى أتعشى أطب وأطلع. الحمد لله شكر ما حاس كأني قاعد محافظة غريبة. هذا هو المطعم وهذا هو من يقصد الأنبار، والعمل هو ليس إلى فئة أو طائفة، إذن إلى كل عراقي يقصد هذه المحافظة ومحب لهذه المحافظة والعراق.